أيها السادة المشاهدون، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. أعزائي المشاهدين، في بداية هذه الحلقة دعوني أن أرحب بضيفي فيها، وهم الشيخ الإمام الدكتور حسين حسن البكر، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا وسهلا بك سنت وبالت إمام. كما دعوني أن أرحب بضيف الثاني في هذه الحلقة، وهو الأب فايلينو تيفو دينك، منسق جمعية العدالة والسلام والمسؤول الوطني للحوار الديني والتعايش السلمي بتشاد. أهلا وسهلا بك. مرحبا. أعزائي المشاهدين، إن التشاديين يضربون المثل الأعلى في التعايش السلمي رغم اختلاف الطوائف والأديان، وبهذا التعايش السلمي الذي ينادي به رجال الدين ورئيس الجمهورية ينعم الجميع اليوم في تشاد بالأمن والاستقرار وتبادل المنافع والخبرات بيسر وسهولة، وفي وطن أو في جو وطني آمن ومستقر بين مختلف الأديان، بعيدا عن العنف وتصفية الحسابات وإزهاق الأرواح، وذلك بتعددية دينية متميزة وفريدة في نوعها. ومن هنا ينطلق الجميع للبناء والعمل بروح الفريق الواحد، تظلهم شجرة التعايش السلمي بأوراقها الجميلة النضرة الرائعة مع حقن الدماء وقبول الآخر والنظام العام والاحترام المتبادل وصون الأعراض وحفظ الممتلكات والمقدسات مع تنوع الطوائف والجمعيات والهويات، بما يثبت ويدلل بأن رجال الدين في تشاد لعبوا دورا كبيرا في بناء بيت التعايش السلمي بدليل إقامة يوم وطني للسلام. أعزائي المشاهدين، يدور موضوع هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار حول دور رجال الدين في التلاحم وتوعية المواطنين. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. فضيلة الإمام، في بداية الحلقة، في الآونة الأخيرة نسمع بقيادات أو بقيام دورات تدريبية لصالح رجال الدين الإسلامي والمسيحي. السؤال، نريد أن نعرف من الذين يقومون بتنظيم هذه الدورات ويرعوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، أولا أشكر الإب صاحب هذا البرنامج الشيق والمهم والبرنامج الهادف. طبعا قبل أن أجيب مباشرة، هذه الدورات التي تقام للأئمة والدعاة والوعاظ والمرشدين من المسلمين والمسيحيين في مكان واحد تعتبر تجربة فريدة من نوعها. نعم. هذا الشيء ما جاء من فراغ، هذا الشيء ما جاء من فراغ، زي ما انت عبرت وقلت شجرة التعايش. من الذي غرس هذه الشجرة وسقاها إلى أن وصلت إلى هذا المستوى؟ نعم. المعروف لكل شعب، لكل أمة خصوصيات ومميزات. فالأمة التشادية من مميزاتها، الأمة التشادية، نعم، مسلمين ومسيحيين، التعايش بين أبناء الوطن الواحد بدأ منذ زمن طويل، وكان للحكام المتواليين لحكم تشاد لهم نصيب في ذلك التعايش. فبناء على تلك الشجرة التي غرست ممن ذكرتهم، وجاء دور رجال الدين الحاليين من المسلمين والمسيحيين، ما عليهم إلا أن يسقوا تلك الشجرة
شجرة التعايش. جميل جدا. بالنسبة للذين يقومون بتنظيم هذه الدورة، الشجرة لما سقيت وشكل اللجنة وكلف اللجنة والمكلف لها القيادات الثلاثة، المجلس يتمثل في الشخص الضعيف، وآنذاك متياس، وكذلك البروتستان الأخي بوتيفار. اجتمعنا وقلنا لابد أن نشكل اللجنة الثلاثية، والأب بايلينو يكون هو لو نصيب العسد بهذا الأمر، واللجنة شكلناها لأجل أن تعمل دورات في جميع الولايات. اللجنة دي هي اللي بتقوم بالدورة. اللجنة دي بتقوم بالدورة. اللجنة المكونة من الطوائف الكبيرة الثلاثة. نعم. إذن معنا اللجنة فيها المجلس البروتستان الكاثوليك، وعلى رأسهم نعم. صديقي الذي يتكلم أمامي وأمامك. نعم. ويمكنه أدرى وألم بخبايا هذا التدريب. ده كان مدخل جميل جدا فضلت الإمام. خلينا نوجه سؤال أيضا للأب فايلينو. الأب فايلينو بالنسبة للدورات طبعا ذكر فضلت الإمام كونه في طوائف كونت وشكلت لجنة أو شكلت لجنة، اللجنة دي بتقوم بالدورات، كلامه جميل جدا. دايرين نعرف الدورات اللي بتقوموا بها بين المسيحيين والمسلمين، شنو بيدرسوا الطلبة في الدورات دي أو المشاركون؟ أولا أقول المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وللناس الذين بهم المسرة. بداية أشكر أسرة برنامج قضية الحوار، وفعلا زي ما ذكر فضيلة الشيخ رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يعني المبادرة كان قامت من شخص فضيلة الشيخ مونسينيور الأسقف ماتياس والباستور بوتيفار، وهم يعني قرروا أن يكون في لجنة ثلاثية، واللجنة الثلاثية بدأ بأعماله، قام بدورات، مشى زار كل الأقاليم عشان يدرب الأئمة والدعاة والواعظين. والمحتوى بتاع التدريب يعني احنا يعني ما عندنا حاجة جديد بندربه، يعني احنا بنذكر الأئمة انظروا للقرآن كتاب الله الكريم، بنقول للمسيحيين انظروا للإنجيل كتاب الله، وبنقول لهم انظروا له لكن بنظرة عميقة. وطبعا زي ما مثل ما انتوا بتعرفوا وانا بديت كلمة بيقول انه المجد لله في العلا وعلى الارض السلام، كل الديانات السماوية بتدعو للسلام، يعني الدين هي اساس السلام، وزي ما انتوا بتعرف انه يعني السلام هي هبة من الله، هدية من الله، رحمة من الله، صفة من صفات الله. فنحن ما في اي حاجة جديد بنقوله للواعظين، نحن بنقول لهم بس انظروا لكتابكم، انظروا للقرآن، انظروا للحديث، انظروا للسنة، انظروا للإنجيل اللي عندنا، انظروا للكتاب المقدس، وانظروا لو نظرتوا بوعي وبعمق بتلقوا انه يعني الاصل بتاعة الكلمة الله هي السلام. نعم. ببساطة انها بندربه. جميل جدا. الكلام اللي بتدرسوا للمشاركين في الدورة، الكلام اللي بيتلقاه المشاركون في الدورة، هل كلام مقتبس من الكتاب وكلام يعني أقصد مقتبس من الكتاب المقدس أو من الأناجيل الأربعة، إنجيل يوحنا، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، الأناجيل الأربعة المعروفة، أو ومن القرآن الكريم، ولا كلام عام بتتكلم لهم كلام عام ووصايا عامة؟ طبعا يعني في كل الكتب السماوية يعني فيها كل الوصايا الجميلة، يعني احنا ما بنقوله كلام عام، ولا نحن يعني ما بنقوله حتى المسيحي يبقى ينظر، او ما بنجيب اي شيء خارج ولا من اي كتاب اخر، هي رسالة السلام داخل القرآن، داخل الحديث، داخل السنة، رسالة السلام داخل الأناجيل اللي انت ذكرته، ودي الوصايا. يعني احنا بننظره بيمشي معنا طبعا امام هو بيعرف في عارف كويس عضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هم بيعرفوا تماما الرسالة بتاعت السلام الموجودة،
وفي نفس الوقت ده نحن برضو كالأب وباستير أن نحن برضو بنعرف إلى ناجيل بنوصل الرسالة دي بنذكرهم أصلا هي تذكار للمشاركين طبعا إنه الدين ما يعني للعنف ولا للتفرقة لكن الدين بينادي للمحبة بينادي للمسامحة بينادي للحكمة والوحدة جميل جدا الدين بينادي للمحبة وللحكمة وللسلام جميل بالنسبة للناس اللي بيتلقوا الدورة الناس اللي بيشاركوا في الدورة هل من فئات معينة ولا كل الفئات العمرية بتشاركوها فئاتكم في الدورة لا ما في أي يعني تفرقة في المشاركة يعني احنا بندعو على المسلمين بندعو على المسيحيين وبندعو على المسيحيين مختلف الطوائف حتى المسلمين برضو من مختلف الطوائف عشان يشاركوا لأنه طبعا التشاد يعني هي دولة فيها المسيحيين وفيها المسلمين ويمكن يعني لو قلنا انه في اتباع بما يسمى الديانات التقليديه الافريقيه لكن اكثرهم بيشاركوا يعني او يمكن جزء يقول مسلمين او جزء مسيحيين صحيح يعني الرساله اللي بتوجهوها اكيد هي رساله هادفه والناس كلها شعروا بها كونه رساله هادفه وبتعطي او تعطي ثمارها لكن الناس اللي بتستهدفوهم الناس اللي بيشاركوا في الدوره اكيد الانسان المثقف والانسان المتعلم لما يشارك في دوره بيستفيد اكثر من الانسان الجاهل او الانسان الامي الناس اللي بيشاركوا معاكم في الدوره عشان هم ذاته يقوموا بالدعوه يشترط كون يكونوا ناس متعلمين وخريجين ولا حتى الانسان الامي ممكن يشارك لا لا مساله السلام ما بيخص بس يعني المتعلمين وما في الاميين مساله السلام هي مساله انه يعني بتدعى كل التشاهدين كل واحد يساهم بحجره عشان نبني وطننا نبني السلام ففي دورات يعني بتقام لمجموعه مثلا يمكن مجموعه من الائمه مجموعه من الباسترات الناس اللي هم الواعزين وكذا لكن في دورات برضه بتقام انه نحن بنشارك كل الناس البسطاء وفي كل الدورات طبعا يعني الهدف بيكون انه يعني سبلة يكون في هدف كده يعني إنه نحن معين ونحن بنقوم به لا جميل جدا جميل جدا ونتمنى تتواصل هذه الدورات فضيلة الإمام الدورات دي من يوم ما شكلتم الشجرة وبنيتم الشجرة وسقيتموها حتى الآن الشجرة مستمرة هل الأهداف التي وضعتموها في بداية تكوين الشجرة حتى الآن حققتم منها شيء لا شك الآن جنيت ثمار تلك الشجرة حقيقة قبل هذه الدورات تلقى هناك انكماش وانضواء وانزواء وعدم الثقة بين الشباب أو الدعاة المسلمين والمسيحيين أنا كل وقت تلقاه منكمش لواحد ما بعرف الآخر ده شو بالضبط إذن أهم ثمرة جنيناها الآن خلاص أزيلت قضية الانكماش والانطواء والانزواء والتحفظ والتخوف من الآخرين خلاص دي ثمرة جنيناها زي ما ذكر الأب بيلينو معنى ما هو محتوى الدورات أو الجرأات التوطى للمدربين مثلا يأتي يمثلنا نحن الأخي سمونه في اللجنة دينار عبد الدايم وعبد الدايم الدايم رجل عالم ودينار خبير فبجمد المحاضرات يور سماحة الإسلام نحو الدعاة المسيحيين القرآن يقول ولقد كرمنا بني آدم بني آدم ده مسلم مسيحي ما غير ذلك هو مكرم يقول لهم أن الإسلام يقول أن هناك في مشتركات إنسانية بشرية نشترك مع المسيحيين هم يوحدون الله نحن نقول نوحد الله هم لهم صيام لهم صلاة لهم دعوات معنى زي الآن أنا عندي مذبحة والأخ بايلينو عند مذبحة عند سبحة مثلا فهناك قواسم مشتركة بين الأديان إذن منقول إذن ما دام وجدت هذه القواسم المشتركة ما المانع ألا نتعايش ما دامت تظلنا سماء تشاد وتغلنا أرض تشاد ولا بديل للتعايش
ما في أي بديل للتعايش. جميل. البديل سيء. معنى عدم التعايش هو معناها التدابر، التقاطع، التخاصم يؤدي للحرب، الحرب يؤدي للدمار. ده الهدف الواحد، ده الهدف ده حققته. حققناه. الشيء الآخر كله من الأهداف. من الأهداف التي تحققت بالفعل أتبعنا غير الدعاة أطمأن بعضهم إلى بعض. يقول انظروا إلى قادتنا الكبار كيف متعايشين. انظروا إلى الدعاة والأئمة والمرشدين والموجهين من المسلمين والمسيحيين يجلسون في قاعة واحدة ومحاضر مسلم داعية وعالم ومحاضر مسيحي. إذا هم تعايشوا فنحن الأتباع فلماذا لا نتعايش؟ وأنت الآن لو لاحظت في الشارع التشاجي يمكن مرات إلا تفرقهم باللبس أو بمقاييس معينة، كلهم شابهوا وتلقاهم يتزاوروا في الأكراه في الأفراح في العمل في العمل. يا أخي هذه الصورة نحن جلنا وصلنا في العالم في القارات. حقيقة لم أجد تعايش بين أبناء الدولة مسلمين ومسيحيين مثل ما رأيته في هذه البلد، ونعتبر هذه نعمة والله يديمها. جميل جدا. بالنسبة للدورات دي تقول ذكر منها أهداف جدا من ضمن أهدافها كون الناس اليوم مشتركون في جميع المناسبات في العمل، في كلهم بتلاقيهم خلاص يتعرفوا. كان زمن في انكماش لكن الآن خلاص كل واحد يعرف الطرف الآخر كونه قلت تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. بالنسبة للكلام ده جميل جدا، لكن الشجرة اللي بتقوم بالدورات دي هل دورات معينة من فترة إلى أخرى، ولا الدورات دي إذا كان دعت الحاجة حتى بتقوموها؟ سؤال جيد. حقيقة أنا هنا لابد أن أسجل الشكر والتقدير للأخ رئيس الجمهورية إدريس ديبي وشقيقه وأخوه رئيس الوزراء. نعم. كل هذه الدورات ممولة من أخ الرئيس وأخوه رئيس الوزراء. من سوى مشروع ومنقدمه، وكان قدمنا بالليل نجد الإجابة بالنهار، ولو قدمنا بالنهار نلقى الإجابة بالليل. ولولا هذا الدعم والمساندة المادية لما استطعنا أن نقيم دورات ونتجول في جميع الولايات والمحافظات. دي لابد أن تكون معروفة لدى الجميع. إذن الدورات كل سنة حسب علمي نقدم المشروع، وحينما يمول فنبدأ في الخطة. مثلا هذه السنة، السنة المضت الدورات في الولاية الفلانية الفلانية الفلانية، السنة كانت تكون الدورات في الولاية الفلانية الفلانية الفلانية. نعم. توزع جغرافيا لكل الولايات. جميل. لكل الولايات. جميل. الأب بالنسبة إنت بصفتك منسق جمعية العدالة والسلام والمسؤول الوطني للحوار الديني والتعايش السلمي، بمعنى أنت مسؤول من التحاور والحوار الوطني، دايرين نعرف خطة جمعية العدالة، الخطة اللي بتقوم بها في العمل لتقريب وجهات النظر بين المسيحيين والمسلمين في جهات. طبعا جمعية العدالة والسلام هي جمعية يعني تابعة للكنيسة الكاثوليكية في مستوى وطني، والجمعية بتهدف لتوعية المسيحيين الكاثوليك وبرضو الناس الغير الكاثوليك، عشان يكون الناس يعني يكون عندهم وعي بما يخص الوطنية، بما يخص مسائل العدالة. لأنه لمن يكون في وطنية، لمن يكون في عدالة، الإنسان لمن يسعى للعدل من خلال نفسه الإنسان بيساهم عشان إنه يكون في سلام. لكن يعني حسي في الوقت الحالي يعني زي ما فضيلة الشيخ ذكر، المسألة ما بقت مسألة بس كاثوليكية، المسألة إنه الثلاثة قادات هم فكروا إنه يكونوا لجنة، واللجنة دي هي لجنة بتاعت لجنة التعايش السلمي، وكلفوني كمنسق للجنة وحسب نقوم باللجنة دي. ويعني يمكن أغلب الأعمال بنعمله مع مختلف الطوائف الثلاثة
في كل ولايات تشاد. ده بالنسبه لكم انتوا بالنسبه للمسيحيين. لكن هل اللجنه دي معنيه ايضا بتقريب وجهات النظر بين المسيحيين والمسلمين؟ نعم نعم. اللجنه يعني جمعيه العداله والسلام هو بيعمل عشان انه يكون في تقارب بين الكل المسيحيين. يعني لو بنسع حتى الاسم العداله والسلام انت ما بتقدر تكون سلام من فردك انت. صحيح. السلام بيكون يعني ما كل المجموعات ما كل المكونات بتاعت البلد وكده هم اللي بيقدروا يعملوا السلام. السلام ما بيكون بس من جهة واحدة. فالجمعية بتسعى يعني بتقدم أعمال حتى بيقدم أعمال خيرية عشان إنه يكون في سلام وعشان يكون في إنه في عدالة في الوطن. جميل جدا. أنا داير من سيادتك تقيم لي تقييم عام بالنسبة للدورات اللي بيقوموا بها. تقييم عام، أنت شايف الدورات دي هل أدت الغرض المطلوب منها بالكامل؟ فعلا يعني الدورات يعني حقق نجاح كبير جدا. فضيلة الشيخ ذكر انه مسألة الانكماش يعني انتهى، وبرضه حتى يعني الخوف اللي كان موجود عدم معرفة الانسان الاخر. انت الشيء الانسان الشيء ما بيعرفه بدي خوف، لكن انت لما تعرف الانسان الاخر الخوف بتزال. وبرضه حتى يعني بيقى تشاد بيقى مثل يعني هسه شوف في كل الدول المجاورة بتلقى في خلافات، ويعني للأسف إنه بعض الخلافات ده يعني يمكن مرات بيدخلوا اسم الدين. لكن في تشاد يعني تلقى إنه ما في نوع من الخلافات ده. ليه بس؟ عشان إنه في يعني عمل واجب الناس قايمين به، شايفين يعني حتى في الفن شايفين حتى الأرتيس هم مرات يعني في أغاني كثيرة في الآونة الأخيرة عن السلام، وحتى يعني في مسرحيات مسائل كثيرة جدا بيتكلم عن السلام. يعني نحن شايفين انه في تحقيق جميل في تحقيق يعني جميل عالي جدا. جميل. فضيلة الإمام رئيس الجمهورية في خطابه في عيد الأضحى المبارك تحدث حول دور الدعاة وطالبكم كدعاة بتوجيه رسالة أو بتوعية المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بإخراج البطاقات الانتخابية، فكيف يتم تنفيذ هذه الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية، وهل بدأتم فعلا في تنفيذ الرسالة؟ قبل الإجابة أردت أن أضيف شيء بسيط. جميل قالوا. جميل تفضل. أنا شخصيا كلمة الحوار ما نستعزبها في واقعنا. الحوار ما أنا بين طرفين مختلفين وعبر الحوار يتقاربا، لكن أننا تجاوزنا هذه المرحلة. كيف؟ لأن نحن كمسلمين نحترم خيار المسيحيين الدين، عاداتهم تقاليدهم أعرافهم قيمهم المستمد من دينهم، وبالعكس أخوان المسيحيين يحترم خيارات المسلمين وعادات وتقاليد وعراق ومسل وقيم المسلمين المستمدة من قرآنهم وسنة نبيهم. إذن هذا الاحترام في حد ذاته أزال هذه الأشياء كلها. فبدل أن نسموه حوار، لا، نسموه التعايش وترسيخ التعايش. كلمة الحوار دي نحذفها نضعها في مكانها. انا بنرى خلي الناس اللي عندهم مشاكل ما بعضهم، لكن نحن ما عندنا مشكلة حتى نسمي حوار. ازيد على ذلك اللجنة معنا مثلا اي خلاف يقع بين المواطنين دينيا بين مسلم ومسيحي نود وفدي يحلها في اقل من ساعة ساعتين. جميل. اخر مسألة فين الكام مشهور؟ كيلو كيلو في كيلو في كيلو. هذه المسألة تم قريب سنة تقريبا، تم وفود تمشي وتعدي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والدقيق قد لك خبازه. صحيح. والله نتي خبازه. حينما أعطي الدقيق لخبازه ذهب الوفد الثلاثي وانحلت في السويعات. المشكلة اللي كان في سنة الناس ما حلوها وكادت أن تجيب فتنة. أجيب والله. نعم نعم. إذن
اي اللجنه دي، اقول وانا اشكر الاخي الاب بيروت حقيقه، لا اريد ان اقطع ظهر. اي مشكله في تشاد، ولاخواني اللي بسمعوني الان، اذا كانت خلاف ديني بين مسيح ومسلم فيتركوه لاهلي، فيتركوه لاهلي. من قوم الوقت ثلاثي وبحلة، لانه لا نقول مستحيل او لا يجوز تنحل باذن الله. ما هو دائما الانسان بميل الى الوازع الديني اكثر طبعاً من السياسي. فده انا احبب جميل ان اضيف هذا الشيء. نعم. ونرجع لسؤالك. نعم. طبعا اخي ابني، اي مواطن، ان شيء بسموه وطن ومواطن وحقوق الوطن على المواطن وحقوق المواطن على الوطن. هذه الاشياء لا يمكن ان يسموه مواطن حقيقي ما لم يكن عندك هويه. نعم. هويه بمعنى عندك كرت دندكه، عندك بطاقه، وان دعت الضروره كان نجيب مثلا عندك جواز، وثائق، وثائق. هذه الوثائق تثبت وطنيتك. إذن ثمرت هذه الوثائق لا قدر الله، لا قدر الله، ماشي ضربتك سيارة موت، يمكن الناس اللي بيجوا ما يعرفوك، لكن لما يفتش أوراقك ويلقوا عندك كرت، يلقوا عندك هوية يعرفوك. صحيح. يمكن يمسوك ويقولوا ده من بوك حرام. لما يلقوا عندك هوية كل بيساعدك يتسلح حقيقة. نعم. وغيرها من المكاسب بالنسبة للبطاقة، للبطاقة. ولذلك نحن وضعنا برنامج واجتمعنا الثلاثة، وأظن تكلمنا في الإذاعة بأننا نجند منابرنا الدعوية للمسلمين وأخواننا المسلمين كلها، يجندوا الكنائس وكل فرصة متاحة لتوعية المواطن. إننا المواطن بعض الأحيان معنى سمي إهمال أو عدم معرفته بثمرة حمل الهوية ما بيهتم بالهوية. ولكن المواطن محتاج لتوعية. صحيح. محتاج لإرشاد، محتاج لتوجيه من الجهات المختصة ومن ضمنها الأجهزة الدينية. أيوه. ما هو أصلاً في الدول الآخرة ما في مواطن ما عنده هوية، لكن اللي تشاد بتسهله. بس أنا بسهله نحن الآن مع بعضنا. صحيح. ولذلك نحن أخذنا كل الإجراءات الأيام القادمة توعية، للتوعية. وده نحن اجتمعنا الثلاثة، أنا والأخ بيلينو والأخ بوتيفار، واتفقنا كل يقوم بواجبه. لكن بالنسبة لك قلتك أنا داير نفهم كونه الناس اللي بتحضر في المساجد المكتظة، هل الرسالة وصلتهم ولا لسه؟ وصلتهم، ولكن بالطريقة التقليدية، لا المكثفة، تبدأ من الجمعة الجاية. جميل جدا. خلينا نسمع. لا أكمل. إذاعة القرآن من خلال في هذا الأسبوع. طبعا ده إذاعة القرآن دائرة جميلة. خلينا نوزع الأسئلة. لا أكمل. بالنسبة لكم أنتم، التوعية، توعية المواطنين بأخذ الهوية أو أخذ البطاقة، هل بدأتم بها ولا لسه؟ طبعا بما يخص توعية المواطن لأخذ البطاقة، يعني فعلا نحن بنشكر الأخ فخامة الرئيس رأس الدولة بإرشاده، والكاثوليك يعني حتى في الانتخابات الأولى هو كان وجه رسالة لكل الكاثوليك إنه خلي أي إنسان أي إنسان يأخذ بطاقة. ليه؟ لأنه دي مواطنة، دي انتماء، دي واجب يعني وطني إنسان لازم يؤديه. فالبطاقات دي بطاقات اللي كان إحنا عملناه في الانتخابات السابقة، وحسي يعني في تاني يعني بطاقات جديدة، مناشير جديدة في المطبعة، أن إحنا يعني هنوصله لكل المواطنين، يعني حتى كل المناطق الموجودة متواجدة فيه الكاثوليك،
الرساله وصلت وهي من اعمال اللي احنا بنقوم بها في جمعيه العداله والسلام. قسمته قبل الخطاب؟ لا، المنشور طبعا في الانتخابات الماضيه ان احنا كان وجهنا رساله لكل المواطنين انه واجب وطني ياخذ البطاقه، انه واجب وطني انه الانسان يسجل، انه دي نوع من حتى طيبه الاخلاق. انسان ممكن يحصل له اي حاجه لابد من انه يكون عنده بطاقه بطاقه او هويه. فارشاد فخامه الرئيس هو يعني ادى قوه للعمل اللي احنا بنقوم به، وحنواصل بجديه، ويعني حنسوي بطاقات جديده بنوجهه لكل المناطق عشان انه المواطن يسجل. دي مساله يعني دي 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 دي, دي برضه مشاركه في 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 تنظيم الوطن. جميل جدا. في الأسابيع الفاتت في شباب انحرفوا وقاموا بعمليات لا أخلاقية في الأسابيع الماضية. دي برضك الرئيس الجمهوري تحدث فيها، وبالنسبة لكم أنتوا رجال الدين المسيحي والإسلامي أين دوركم؟ الدين يعني برفض الأخلاقيات السيئة، كل الديانات السماوية ما في دين يعني الخمرة والحياة الدعارة والحاجات، كل الدين برفض لأنه دي بيخرب بيفسد المجتمع. فنحن يعني في الكنائس وفي الأماكن اللي احنا يعني بنقدم التوجيه للشعب، نحن قائمين بالواجب ده. ويمكن فعلا المسألة بتحتاج برضو يعني لإمكانيات أكثر. صحيح، نحن بنعمل واجبنا حسب الإمكانياتنا، لكن برضو يعني لما يكون عندنا مساعدة كبيرة من الدولة مساعدة كبيرة يعني دي بيساهم أكثر عشان نحن يعني نكبر او نوسع جهودنا في التوعيه. في التوعيه نعم نعم. بالنسبه للتوعيه اللي بتتم في اطار الكنائس جوا الكنائس، ولا في ناس بيقوموا بارشادات حتى في الاقاليم بتبعثوا ناس؟ لا، ما هو الكنائس موجوده في كل الاقاليم وكنائس موجوده في كل التشاد، وعندنا اذاعات يعني يمكن كل المحلات بنقول له ديوسيس، يعني لو قارنت كل الرواديو عندنا اذاعات بنوصلوا فيه المعلومه، وفي داخل الكنائس برضو، وحتى يعني في المدارس برضو بنوصلوا حتى المدارس بنوصلوا الرسالة. جميل جدا. فضيلة الإمام، دائما بنسمع بكلمة الحوار الديني، وانت حاليا سميتها في شات يعني كلمة الحوار الديني ما بتحبسها، وكلمة الحوار الديني اللي بترغب كونه تشال تبدل بكلمة أخرى، لأن الحوار دائما بحصل بين أطراف متنازعة، لكننا تجاوزنا ذلك. أين داير نعرف الأطراف اللي بيتحاوروا باسم الدين؟ يعني واحد يمشي يمثل الدين عشان يتحاور باسمي، داير نعرف الاشخاص دول ياتوا عشان يمثلوا الدين ويتحاوروا باسمه، ولا اي انسان ممكن يحق له ان يتحاور مع الاخر في شان بالدين؟ نعم. قبل ان سمعت لي تعليق بسيط. نعم تفضل. انا بنقول الوقت الان وقت المساحه ضيقه، قضيه التوية حقت حمل البطاقه قضيه وطنيه كبرى مصيريه. دي أنا أتمنى أنت خاصة عبر هذا البرنامج وتختلق برامج أخرى عشان الفضائي تكون هادف، الإعلام يكون هادف، يشخص الأمراض ويبدأ في العلاج. ده دور الإعلام، وهو ده اللي بنقوم به في برنامج قضية. نعم 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 نعم. لذلك أنا أقول إخوان المسيحيين تجاوزونا، نحن حقيقة نقولها، نقيل نقولها، معنا نحن ما عمل بطاقات، الآن هم عمل بطاقات، ويمكنهم لهم إذاعات مشكلة في معظم الولايات، ونحن ما عندنا إلا إذاعة القرآن في الجمعنا فقط. وين التناس المجلس في الأقاليم؟ والله الله الله كريم. الله الله كريم. أنتوا أصلاً من المناطق أكيد تشات كلها 23 ولاية كلها بتهمك كناس المجلس العالي للشؤون الإسلامية، لكن دايرين نعرف المناطق الكبرى اللي أنتوا بتستهدفوها ودائماً بتمشوا فيها عشان هي مناطق الركيزة أو أساسية. معلش، هي كلها نحن كل الولايات. أكيد. وما يتبعها من محافظات. والسوبر افيال المواطن كله عندنا سواسيه، ما عندنا فقوس وخيار. اذا النقطه الثانيه قضيه الاخلاقيات. حقيقه مساله خطيره، خطيره جدا لكل تشادي مواطن اصيل جرحته.
بالنسبه للامل المنحرف الكامل نعم. للشباب في زي ما قال الاخ بايلينو كل الديانات السماويه معناها مشترك تشترك في الاصول فالاصول معنى المحرمات خمره زنا قتل النفسي كل الديانات السماويه ترفضه. اذا هذه الممارسه الان لو سالنا سؤال للجهات المختصه الجنينه الفاتحة التي يمارس فيها هذا الشيء اين صاحبها الان؟ ده سؤال صحيح ده سؤال اين المسؤولين يسالوا هذا الشخص البنى عمله جنينه وفيها ما تشتهي الانفس ويمارس فيها هذه الرذائل على وضع النهار هل اوقف حتى يكون ركعا وزجرا للاخرين دي نقطه استفهام سيدنا خليها لي 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 للناس بس مو طبعا خليها هيدو خليها انا بقول كيف دق القرفه خلي للجمل يعرفها يعرف خليها اسهل في الرجال اللي بتحاوروا في حين حاضرين 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 اذا ترتيب البيت من الداخل طبعا فضيله الامام انا عارف كلامك كويس جدا وهو الوقت اللي انت قلت ده ظروف اوقات اخرى تعلمنا في السؤال الداخل عشان الاحداث فيها تعلمنا الاطراف المحاوره جديد خلاص يا ابني عشان ما نمر الكرام ما نلوم هؤلاء المفسدات والمفسدين من الاطفال والشباب من غير ما ننتقد انفسنا ننتقد نحن المسؤولين نتبع انفسنا خلاص كم جميل جدا طيب تعال للرجال بيتحاوروا في الدين ماذا السؤال؟ من الذي يحق له ان يمثل الدين ويتكلم باسمه في الحوار؟ والله طبعا لا يتكلم الانسان في شيء الا من يجيده ده الكلام الا من يجيده ومن يجيد شيء إذا تصدى لشيء يصلحه صحيح ومن لم يجد شيء إذا تصدى لشيء يفسده الآن نسمع من بقعات يتكلمون باسم الحوار حوار حوار يهملون على ألسنة كما يحمل الحمار أصفار لا شيء عندهم الوهل لا يفهم كولو من بولو في قضية الحوار بل متاجرة ومشاريع تمول من خارج ويجب الحوار حوار حوار الحوار بين المختلفين له أسس وله ضوابط صحيح وله معايير وله مقاييس إن وجدت حوار بناء وهادف ويدي ثمرة وإلا يدي بنتيجة أكسية جميل سؤال ولذلك أنا بنقول الحوار بين المسلمين والمسيحيين تجاوزناه ما نسموه حوار نسموه تعايش وتأصيل التعايش وتوطيد التعايش يسألني بعض الشباب يقول الآن استطعتم تعمل التعايش مع المسيحيين لكن نلقوا هناك خلاف بين المسلمين انا بقول له صح جاي لسؤالك انا جاي لي تمام جاي لسؤالك ده فضلت الامام طاف بنا حول من الذي يتحدث باسم الدين انتوا في اللجنه او الجمعيه اللي ذكرتها جمعيه الحوار التي ترأسها بنفسك او منسق عام لتلك الجمعيه هل عندكم الرجال دين مسيحي اعددتوهم اعداد كامل يستطيعون المحاوره في كل الملتقيات يعني زي ما ذكر فضيلة الشيخ بين المسلمين والمسيحيين عندنا التعايش يعني حتى الترجمة في الفرنسي بقول رانكونتر كريتيان مسلمان يعني هي مسألة التعايش بين المسيحيين فعلا إننا البروتستان والكاثوليك إننا مسألة بتاعت الحوار حتى مرات بنقول لهم إكيمانيزم يعني في مسألة المكتب اللي عندي ده بيلم المسألة بتاعت التعايش مع البروتستان بين المسيحيين نفسهم لكن لما نحن نجي نتقابل مع المسلمين نحن هنا في مسألة بتاعت التعايش السلمي فهنا في التشاد يعني ما في نحن مع المسلمين ما في أي خلاف عشان يكون في يعني حتى في حوار فنحن بنجوا مع بعض عشان نعمل سويا ليكون في بهدف السلام بهدف المحاباه الوحده الوطنيه التنميه والتقدم ده الهدف زي ما نحن ذكرناه في البدايه فبما يخص الشخصيات المهمه اللي هم
يعني زي ما بيقولوا الناس اللي عندهم الخبرة عشان هم يقدروا يحاوروا. ده مسألة بيخص بين المسيحيين البروتستان والمسيحيين الكاثوليك في الوقت الحالي، وحتى في قواعد وفي كتب وفي لوائح كله، ويعني المسألة هي يعني مدونة بطريقة يعني علمية بحتة، وعندنا كل الوسائل الموجودة وكل الكتب اللي بيخص المسألة دي. بصفتك كممثل للكاثوليك، هل عندكم هو كبيرة بينكم وبين بين 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 البروتستانت؟ هل الخلاف بينك وبين البروتستانت خلاف كبير؟ مش عارف أقول خلاف كبير أو خلاف يعني بسيط، لكن طبعا يعني زي ما قلنا في المبادئ أن إحنا يعني عندنا المبدأ واحد، لكن مرات يعني في ما يخص بقول شنو بما يخص يعني يمكن الطريقة بيكون في اختلافات في الطرق أو خلافات في تأدية الواجبات الدينية وكذا. فالمسألة بتاعت الحوار بين المسيحيين نفوسهم يعني المسألة بخص إنه يعني إحنا بنقول إنه نخلو نتركزوا في المبدأ المبدأ اللي بيوحدنا، ويمكن بنقول إنه الفوارق ما بيفرقنا يعني ما بيخلينا إنه يكون في مثلا يعني عنف أو يعني عدم التعايش مع بعض. جميل. أيها السادة المشاهدون، نذهب إلى فاصل ثم نرجع ونتابع معكم هذه الحلقة، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم فضيلة الإمام. قبل الفاصل كان أثرت نقطة مهمة جدا، والنقطة دي هتجرني لسؤال آخر. بصفتك رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد، أي بمعنى أنك مسؤول من جميع أصحاب المذاهب في تشاد، المذهب الحنفي، المذهب المالكي، الشافعي، الحنبلي، وكذلك من جميع الطوائف، يعني بمعنى الصوفية، بمعنى جماعة أنصار السنة، بمعنى السلفية، بمعنى الوهابية، بصفتك مسؤول من هؤلاء الناس كلهم، لكنك أحيانا تشن هجوما ضد طائفة معينة. هل هذه الطائفة التي تشن عليها هجوما، هل إنها لا تتفق مع مبادئ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أم أنها غير مرقوب بها في تشاد بتاتا؟ والله السؤال ده وقت ما بسمح. نعم. لكن نقول القليل ونترك الكثير لحلقة مستقلة. صحيح. وأنا بس لا يستعذب لدي كلمة هجوم، لكن الإنسان لو أنت بينت له الحق وهو ما دار الحق يعتبر هجوم. فليكن. واحد، أولا المواطن التشادي أمين المسؤولين لازم نبين له الحقائق، إذا ما بيناها من يبينها؟ لا نبين. إذا اعتبرنا الصوفية التي لها وجود مع وجود دخول الإسلام قبل 1000 سنة، لها الفضل في دخول الإسلام، لها الفضل في تحرير البلدان، محاربة الرذيلة، نشر الفضيلة، لها الفضل في صناعة رجال العلم والقرآن والمعرفة. النمرة 2، والوقت ضيق ونفصله في المستقبل. الطائفة الثانية من حيث الترتيب الزمني، الأخوان المسلمين. أسأل من المعرفة الآن؟ الأخوان المسلمين 2 رأس تشاد تنداسي، أخوان المسلمين تنداسي، كان واحد وانشطروا إلى قسمين. المواطن التشادي خليه يفهم. أنا ندير تمشي بسرعة عشان بعد دقيقة واحدة بس. خلاص. الطائفة الأخرى حسب الترتيب الزمني في دخول تشاد التبليغيين. الطائفة الأخرى الرابعة حسب الترتيب الزمني الحنابلة التيميين أتباع الشيخ عبد الوهاب. الطائفة قبل الأخيرة الفرقة الأحمدية. والطائفة التي حمل بها وسدولت عن قريب التشيع بحكم مسؤوليتي، إذا أنا لا أعرف هؤلاء الطوائف فما هي مهمة مسؤوليتي؟
لكن أنت في سؤال أبو لطف قلت ضيق، لا تقول مسؤول من المذاهب، لا، لكل دولة خصوصية دينية في تدينها يجب أن تلتزم بها، يجب أن تلتزم، ويجب للدولة أن تهميها ولكن لا تصدرها. صحيح. أنا مواطن بهويتي الدينية، ما في دولة في العرب ما عندها هوية دينية، أي مع المسلمين ما عندهم هوية دينية يتدينون بها. إذن هويتنا في جاد وإفريقيا كلها الفقه المالكي بس، بس العقيدة الأشعرية بس، والطرق الصوفية عامة والتجارية خاصة. ومن يخالفهم يعتبر وافد غازي. كلمة أخيرة، خلاص الوقت انتهى. أنا يعني بختم بكلمة أو آية من الإنجيل، هي رسالة للسلام، أنا بوجهه لكل التشادين. وبالعربي طبعا الناس بيقولوا انه نحن الانجيل الا بالفرنسي، بالفرنسي فحس فيه بس يعني كلمه كده جميله في انجيل بيقول: هنيئا للودعاء لانهم يرثون الارض، هنيئا للرحماء لانهم يرحمون، هنيئا لانقياء القلوب لانهم يشاهدون الله، هنيئا لصانعي السلام لانهم عباد الله يدعون. وانتم صانعوا، وانتم صانعوا السلام. فضيله الامام، وانتم صانعوا السلام. ندمان ثانيه، انا ما بقول الاخ بايلونو حقيقه، حتى في بعض السياسيين ما بفهم يقول لك اللغه العربيه لغه القران، لا، كل اللغات وسائل لتوصيل الرساله، لتوصيل الرساله، التوراه، الزبور، الفرقان، القران، معنى ما في اللغة بسموها لغة دين بحت معين، معينة دين الإنسان ما فاهم. كل إنجيل ذاتها ما باللغة العربية قبل اللغة الفرنسية قبل اللغات الثانية. أيها السادة المشاهدون، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، والذي ناقشنا فيها مواضيع كثيرة جدا جدا تهم المواطن التشادي، وكلها أو جلها يتعلق بالتعايش السلمي الذي صنعه رجال الدين الإسلامي في تشاد. نتمنى أن يدوم هذا التعايش السلمي بين المسيحيين والمسلمين، وبين المسلمين مع بعضهم والمسيحيين مع بعضهم. في ختام هذه الحلقة، لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الإمام الدكتور حسين حسن البكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. شكرا فضيلة الإمام. كما لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الثاني في هذه الحلقة، وهو الأب فايلينو تيفو دينك، منسق جمعية العدالة والسلام والمسؤول الوطني للحوار الديني والتعايش السلمي في تشاد. أشكرهما على هذا التفصيل الذي فصلاه في هذه الحلقة، ونتمنى أن يكون قد استفدتم أيها السادة المشاهدون من هذه الحلقة. وسنلتقي معكم في الحلقة المقبلة من برنامج قضية للحوار، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، ودمتم في رعايته.